المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان، وقلنا أن الإحسان ركن واحد. شكالا التريت أفيس ستتساكم أنا مفار أشت إحساني بعميسي يا كعبة من يشتير. تحت هذا الركن إما أعلى عبادة، هي عبادة المشاهدة، عبادة الرغبة والحب والشوق فيما عند الله، عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نن كتشتير يان دو نن شتير لاسة دو كتغالية بارا أشتتا أدرويم اللهم مداشوري مشبريس تاكيم لتي me malëngjem, e kështu me radhë, kjo është adhurimi i profetëve dhe i të dërguarëve. Naam, hadhih l'ibada, aqwa dafi' yadfa' al-insan ila hadhih l'ibada, al-raghba, wal-hub, wal-shuq fi ma 'inda Allah, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan shakura. Aja që farë mëse shumë të iniciën njeriu nëse drejton që të realizoj këtë lloj adhurimi, është dashuria e madhe dhe nënshtrimi i madh, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. أول مستيام من رب فلندروس نعم إن لم نستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن نخرج عن المرتبة الثانية فإن لم تكن ترى فإنه يراك عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة نعم نسنك من تعريم شكالا نن شكالا نبارة كساي شتولة تأش تعذري مالان سيكوري مدوك بارة تيرا تعريم سباكو تشكالا دوت تتا أدريم الله أن تكمل براسيوش أين أشكان كودة شتيم نعم الدليل على أركان الإسلام الخمسة والإيمان الستة والإحسان هو حديث جبريل عليه السلام والله أعلم أرغمينتي بركتو تري شكال تفيس برا شتيولة إسلام شتيولة إيمان شتيولة إحسان برجلا كتو شتيولة شريمة تتورة أشت أرغمينت حديث جبريل لالله أدن مسامير